حرب اكتوبر 73 يوم السبت الساعه 2 الظهر. مش مهندس، ايه علاقه ده بالحلقه؟ اصبر على ما لم تحط به خبرا، اصبر عليا. المذيع كان بيسال الله يرحمه سياده الفريق سعد الدين الشاذلي، مهندس عمليه الحرب السادس من اكتوبر، رئيس اركان حرب القوات المسلحه ساعتها. ده كان رئيس المطبخ بتاع الجيش المصري كله في الفتره من 67 ل 73. المذيع بيساله بقى، قال له يوم السبت الساعه 2:05 الدور ده انت كنت بتعمل ايه؟ قال له لا خالص عادي، يعني كنت قاعد عادي بشرب القهوه بتاعتي براقب بس الوضع يعني. قال له ما كانش فيه توتر ولا قلق وكده؟ قال له لا خالص، ما كنتش مثلا خايف، ما كنتش اعصابك متوتره وبتاع؟ قال له اه كان ماشي سنه الخوف اللي هو الطبيعي، ولكن انا مرتب نفسي، انا قاعد بقالي 6 سنين برتب في اجراءات الحرب، عامل حساب كل حاجه هتحصل، عارف كل جندي هيعمل ايه وهيعبر بايه وهيقدف كام تقديفه ووزن الحاجات اللي شايلها كام كيلو، وبعد ما هيعبر هيطلع ستر تراب ازاي ويعدي الناحيه الثانيه، عارف الكلام ده كله، عارف كل فرد في قوات مسلحه يوم العبور هيعمل ايه بالظبط، وعامل قوات احتياطيه ومؤمن نفسي بكذا سيناريو ممكن العدو يعمله، حاطط خطه ايه وخطه بي وخطه سي، اللي هو قال منين إيه؟ فهمني. ده الهندسه اللي بيتم في الصب بالظبط. في ستايلين في صب الخرسانه، في ستايل اللي هو ايه ده مش لاحقين، البامب عطلت، الهزاز باظ، الكشاف ضرب، اجري يا ابن الخرسانه بتسرح، ده ستايل هرجاله، ده الهرجاله. وفي ناس اللي بيصبوا على الهادي بمنتهى الاريحيه، اعصابهم هاديه وعارفين كل واحد بيعمل ايه وترتيب الشغل هيمشي ازاي، وبالتالي ليه البانيك، ليه نتوتر، ليه نتخانق. دي المدرسه بتاعتي انا شخصيا وانا بصب، ودي مدرسه مشروع 31 نورث من ايام ما كنا بنقول على صبه الليبشه المستمره اللي هي 10800 متر مكعب في 32 ساعه. من ساعتها لحد النهارده نفس التكنيك ونفس الستايل. السلام عليكم يا حضرات، هنتكلم ان شاء الله عن اعمال الصب النهارده كمرحله ثالثه من مراحل ال 15 دي سايكل. عرفنا ان ال 15 دي سايكل عشان بننفذ دور كامل في 15 يوم بيعدي على ثلاث مراحل، مرحله النجاره اللي هي شدات الالومنيوم، مرحله الحداده اللي هي البوست تنشن، ومرحله الصب. عايزين نعرف التفاصيل ايه اللي بيتم كاجراءات سواء قبل او اثناء او بعد الصب، وازاي بننجز اكبر كم ممكن من صب الخرسانه في اقل زمن ممكن وفي نفس الوقت بنحقق الجوده. هنعرف ازاي بنعمل اختبارات ضبط الجوده الخرسانه بحيث تطلع مطابقه للمواصفات. فواحده واحده سيبوا كل في ايديكم وعيروني سمعكم وانتباهكم. حضرات حاليا دلوقتي احنا بنطلع في حاجه اسمها مان باسكت، دي احد وسائل الصعود لناطحه السحاب. خلاص الفكره ببساطه ان طبعا احنا ما بينفعش نعمل حاجه زي كده الا لما نطبق اشتراطات الامن والسلامه الدوليه، عشان كده لازم نلبس حاجه زي كده اهو اللي انا لابسه ده اللي كنتوا شفتوه وانا بلبسه من شويه اهو، دي بتبقى اسمها سيفتي بيلت، احزمه امان، وظيفتها ان هي تخليني محافظه على الامان بتاعي اثناء صعودي لحد الصب. السيفتي بيلت ده عباره عن حزام انا بلبسه حوالين دراعاتي الاثنين، وفي نفس الوقت بدخله في رجولي من تحت وبتربط على فخادي من تحت، يبقى في حزمه على فخادي وحزمه على دراعاتي، وكل الاحزمه دي متجمعه ورا ظهري كده في نقطه واحده، النقطه دي مربوط بها واير، الواير بيكون اخره خطاف اللي انت شفته في الفيديو ده. الطبيعي اي فرد في المشروع على ارتفاع اعلى من متر ونص عن سطح الارض، متر ونص بس عن سطح الارض، لازم يلبس السيفتي بيلت ده. احنا طالعين 70 متر اكيد هنلبسه. طيب هل بيدينا واير واحد؟ لا، بيدينا وايرين، كل واير بيشيل طن، والخطاف ده هنربطه فين؟ بنربطه في واير تاني اقوى منه، الواير ده متربط بسلسله بتاعت الونش، ليه؟ بحيث لو الباسكت لا قدر الله وقع لاي سبب احنا نتعلق من ظهرنا بالواير ده، ببقى ماشي معايا وايرين، اربط الوايرين في الواير القوي ده، والواير القوي ده متعلق بيه سلسله بتاعت التاور، لو الباسكت وقع لا قدر الله كل الافراد اللي موجودين جوه الباسكت بيتعلقوا من ظهرهم من الوايرات اللي بقول لك عليها دي، فلما يدوني وايرين كل واير وزنه 1 طن يا دوبك حلو قوي على وزني يعني. زي ما انتوا عارفين يا حضرات ان الصبه دي بتعتبر زي الحفله، الحفله دي بيكون لها تجهيزات.
المفروض ان شغل الكونستراكشن شغل من نار، مفيش فيه اي هزار حتى في الصد. لكن تتخيل لما الونش راح رافعني كده زي الورقه كده، شريط حياتي كله عدى قدامي. احنا مطبقين اشتراطات الامن والسلامه زي ما اوشا بتقول وزي ما خبراء الامن والسلامه المشروع بيقولوا، بس برضه حته ايه انت بتعلق في الهواء كده على ارتفاع 70 متر، يعني حسيت بشويه ستريس سيكه بسيطه، يعني توتر بسيط. لا 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 تنانين ما تقلقش. وبعدين احنا تنانين، يعني احنا طايلين السحاب، معروفه حرفيا طايل السحاب اهو، احنا بنطير ما بنغنيش. التحدي بتاعنا في الصب يا حضرات هو ان احنا المفروض الخرسانه تتصب باعلى جوده ممكنه وبدون حدوث اي عطله، ما ينفعش عطله تحصل. فعشان كده لازم بنطبق وبنجهز اكبر كم ممكن من الاجراءات قبل الصب، وفي نفس الوقت بنعمل اجراءات اثناء الصب، وفي نفس الوقت بنعمل اجراءات بعد الصبه ما بتخلص. فعشان كده انجح انواع الصب اللي هي المهندس فيها يكون مجهز نفسه، مفيش حاجه اسمها نتفاجئ، عنصر المفاجاه مش مقبول في الصب. فعشان كده الموضوع لا يحتمل له، وكأنك كده داخل حرب خلاص. حفله؟ حفله طبعا. الصب ده بالنسبه لنا حفله. ليه؟ اعرف كده، اي صب في مشروع بالنسبه لنا دي حفله، بنفرح ان احنا انجزنا جزء من المشروع، سواء مالك المشروع او فريق العمل في المشروع او حتى المقاولين والصناعيين والعمال، كل واحد بيبقى فرحان ان هو انجز جزء من الشغل، لان الصب بالنسبه لنا ده ختام مرحله من مراحل المنشأ. فهو السؤال الذهبي اللي بيتسأل كل يوم، ها هنصب كم متر النهارده، صبنا كم متر النهارده، وهكذا. يعني انا ما ينفعش اروح للمدير اقول له ايه، والله المدير الحمد لله احنا شدينا شدات المونيوم بمسطح 800 متر، يقول لي ايوه وبعدين، يعني فين الانجاز في كده، ده جزء من الشغل. لكن اجي اقول له النهارده صبيت 200 متر مكعب خرسانه، يقول لك الله ينور يا شنوبي كده. فاي حد معني بالقرار في هذا المشروع او في اي مشروع عامه بيبقى التارجت بتاعه كام متر مكعب خرسانه صبناهم. طيب عشان كده حضرات الصبه ما ينفعش تقف لاي سبب، بنجهز اكبر كم ممكن من الاجراءات بحيث نضمن ان الصبه تفضل مستمره ونصب في اسرع وقت وفي نفس الوقت نحقق الجوده، لان الفكره مش في صب بسرعه وخلاص، لا. عشان كده بنطبق اختبارات ضبط الجوده على الخرسانه زي ما انتم شايفين في الصوره كده. ده صب السقف اهو بهذا المنظر في القلب بتاعه او في منتصف بتاعه. احنا عارفين ان السقف لما بيجوا ينفذوه بيقسموه لاربع مناطق، دي المنطقه الرابعه اللي بتبقى في نص السقف بهذا الشكل اهو، تبقى بهذا المنظر. وهنا الصب بيكون بطريقه اسمها البامب الثابت. بص عشان اشرح لك يعني ايه بامب ثابت، محتاج تعرف الاول ايه هي طرق الصب اصلا. بص يا سيدي، فاكر لما شرحنا في حلقه صب الليبشه بتاع 31 نورث ان هم عشان يصبوا الليبشه جابوا 5 بمبات متحركين؟ من احد طرق الصب يا شباب هي الصب بالبامب المتحرك، عباره عن تريلا كده جواها الموتور او جواها البامب بتاعت الخرسانه اللي بتضخ خرسانه، وفي نفس الوقت الدراع اللي بيتفرد زي العقرب كده، زي الديل بتاع العقرب كده عشان يصب الخرسانه، خلاص؟ ده اسمه الماست او الدراع اللي هو لونه احمر، هو مش في كل البمبات يعني بيبقى لونه احمر، بس في الصب اللي عندنا دي لونه احمر، حلو قوي. البامب المتحرك ده يا جماعه هو حلو وكل حاجه ومرن جدا واحسن 100 مره من الصب بالنحله اللي هو الشغل البلدي زمان اللي كان موجود، خلاص بقى النحله والصب بالطبليه دي انتهى او بيندثر باستخدامات قليله جدا، وبدات البامب المتحركه دي تخش في السوق وتصب وخدت نصيب كبير جدا من شغل الكونستراكشن في مصر والدول العربيه. ماشي، طيب ليه فريق العمل بالمشروع قال لك لا مش هينفع الصب بالبامب المتحركه دي ونجيب صب بامب ثابت؟ قال لك عشان الصب بامب المتحركه دي اولا بتاخد وقت في ان هي تفرد وتتموضع على وضع الصب وتلم تاني بعد ما تخلص، لان هي مش هتفضل واقفه على طول، بعد ما الصب بتخلص بتمشي خلاص. حلو، ده اولا. ثانيا، كل ما ارتفاع المنشا بيزيد كل ما كان الصب بطريقه البامب المتحركه دي مش عملي قوي وابطا، لان قدره البامب اللي بتدي الهيد بتاع الخرسانه لارتفاعات عاليه ما بتبقاش كبيره، لان حجم البامب قليل، لان قدره البامب قليله. طب خلاص يا هندسه ما يجيبوا بامب بقدره كبيره؟ قال لك اطول بامب في العالم بتبقى في حدود 70 متر ودي غير عمليه اطلاقا عشان تصب بيها الارتفاعات العاليه دي. احنا عايزين ننفذ ناطحه سحاب بارتفاع 131 متر، وبعدين الموضوع مش ارتفاع راسي بس، ده ارتفاع راسي ومسافه افقيه عشان تغطي السقف كله. يعني هنا المشروع وصل لحد ارتفاع 30 متر، ماشي، هتيجي تقول لي ما تجيب 70 متر، اقول لك لا، المشكله في ان شكل المبنى مش سامح ان احنا نصب من ناحيه واحده، لازم نصب ناحيه وبعد كده نلم البامب، بعد كده نخلي البامب تلف من حوالين المبنى وتصب من ناحيه ثانيه وتصب من ناحيه ثالثه وهكذا. ده سبب ثاني. السبب الثالث ان المشروع ده فاست تراك، انا عايز لما اخلص جزء من السقف اصبه على طول، ما استناش البامب بقى لحد ما تيجي. طب هل ده بيكون متوفر مطرح ما تخلص اي جزء من السقف؟ لا طبعا، توفير بامب متحركه قويه وتدي الهيد اللي انا عايزه
وتوصلنا الارتفاع اللي انا عايزه في اي وقت على مدار 24 ساعه كل يوم بيبقى صعب جدا ومش عملي. فتخيل بقى احنا عاملين نشد شدات الومنيوم وحدات بوست تنشن واعمال الكهرباء خلصت والسقف اتسلم اهو ومستنيين بقى البامب. لا البامب هتعطل ساعه ساعتين، يعني الساعه ساعتين دول يفرقوا معانا. احنا عايزين نطبق بقى ال 15 دي سايكل. فعشان كده كانت نيه فريق العمل استبعاد طريقه الصب بالبامب المتحركه ونستبدلها الصب بالبامب الثابت. هنا بيصب بامب الثابت. يعني ايه بامب ثابت؟ يعني عباره عن بيجيبوا قايم لونه احمر كده، عمود ستيل كده حديد لونه احمر، ده واصل من تحت الناطحه خالص لحد الدور اللي احنا عايزينه. في نهايه العمود ده بيكون فيه الدراع والمصد، ده اللي فيه الماسوره اللي بتعدي فيها الخرسانه وبتصب اي جزء انت عايزه. لو تلاحظ الدراع بيطول المنطقه دي كلها بالكامل. طيب الخرسانه بتطلع ازاي لحد فوق؟ المفروض الخرسانه بتتصب في بامب موجوده تحت، دي اسمها البامب الثابت. بامب ثابته ما تتحركش، عربيه الخرسانه بتيجي من محطه الخرسانه وتحط الخرسانه في البامب، وبعد كده البامب تضخها لحد الايه؟ المصد او الدراع الاحمر ده، وبعد كده تنزل من الخرطوم بهذا الشكل. كل الفكره ان البامب المتحركه بتتكون من بامب الخرسانه والدراع، انا هفصل الاثنين عن بعض، هحط البامب الثابته دي تحت خالص عند الدور الارضي تفضل ثابته في المشروع ما تتحركش، واحط الدراع اللي بنصب بيه الخرسانه لونه احمر ده في اعلى حته في ناطحه السحاب خالص. طيب بوصل بينهم ايه؟ بوصل ما بينهم بعمود من الستيل، عمود حديد، ده عامل زي الصاري كده. طيب الخرسانه هتوصل ازاي من البامب لحد الدراع؟ عن طريق مواسير متثبته في الصاري ده، مواسير حديد قطرها كبير بتوصل الخرسانه اللي تيجي من البامب تحت توصلها لحد الدراع فوق، والدراع ده بيغطي السقف كله. مميزات بقى الصب بالبامب الثابت ان البامب تفضل مكانها جاهزه، مطرح ما السقف يجهز الخرسانه بتيجي على طول تتصب، ده اولا. ثانيا قدرتها كبيره جدا على الصب، ممكن تصب على ارتفاعات عاليه جدا، وده نفس التكنيك اللي استخدموه في صب الاسقف بتاعت برج خليفه. هندسه هتقول لي هو برج خليفه كان خرسانه؟ ايوه. برج خليفه يا شباب مكون من جزئين، هو ارتفاعه كله 828 متر من اول الارض خالص لحد 600 متر، كل ده هيكل خرساني، كانوا بيصبوا خرسانه لحد 600 متر، انت متخيل؟ ومن اول 600 متر لحد نهايه المنشا ده عباره عن هيكل من الستيل، اللي هو الحديد الاحمر اللي بينط عليه سبايدر مان ويقعد يضرب خيطانه وبتاعه والكلام ده. الحديد الاحمر ده الستيل، هيكل ستيل، خلاص؟ فكان التحدي بتاعهم نفس الفكره برضه في برج خليفه، يقول لك دلوقتي اطول بامب في العالم تقريبا 70 متر، وانا عايز اصب لحد 600 متر، طب اعمل ايه؟ لجأوا الى هذه الطريقه وجابوا اقوى بامب في العالم عشان تدي هد خرسانه 600 متر. يا جماعه انتوا عارفين وزن المتر مكعب خرسانه كام طن؟ يعني لو جبت كده مكعب من الخرسانه طوله متر، عرضه متر، ارتفاعه متر، واحد متر مكعب اهو، يجي وزنه كده هتلاقي وزنه 2.5 طن، انت متخيل يعني ايه؟ بتدي هيد لحاجه وزنها 2.5 طن، الارتفاع 30 متر في المشروع بتاعنا، او ارتفاع 600 متر في برج خليفه، الخرسانه كانت بتقعد تطلع كده بس في ساعه الا ربع من كتر ما الارتفاع عالي، انت فاهمني؟ واحنا حريصين على اننا نصب الخرسانه باعلى جوده وفي الارتفاع اللي احنا عايزينه وفي نفس الوقت تكون بسرعه. كل المميزات دي تتحقق في الصب بالبامب الثابت. فعشان كده اكثر الطرق عمليه في ناطحات السحاب هي البامب الثابت. هنا يا جماعه اعضاء الحفله بتاعت الصبه بيكون ليهم مهمات محدده وكل واحد عارف بيعمل ايه. طاقم الصب بيتكون من كذا فريق، في فريق من النجارين ده اللي مسؤول عن التقويات بتاعت الشده، بيظبط الشده وبيقويها بحيث لما نصب السقف ما يحدثش اي انهيار للشده، بتبقى الشده متينه جدا. الطقم الثاني وهو طقم الصب ده بيبقى الهدف منه يصب الخرسانه ويهزها ويفرمجها ويساوي السقف تماما، بحيث لما يتسلط السقف ويتفنش يكون مظبوط، مفيش فيه اي مشاكل في الخرسانه، تبقى الخرسانه مظبوطه، خرسانه السقف. بص لما تحب تصب سقف بيتعدى على ثلاث مراحل، اول حاجه بنجيب الخرسانه ونصبها، ده واحد بيعمل الحركه دي، بيبقى ماسك خرطوم اللندا اللي عمال يلعب ده، اللي هو المطاط ده، خلاص دي اسمها اللندا. طيب بعد ما صبينا لازم نجيب حاجه اسمها الهزاز الميكانيكي. الهزاز الميكانيكي ده عباره عن زومبا كده بتتحرك كده بتطلع فايبريشنز عاليه قوي، بنحطها جوه الخرسانه، عايزين نهز الخرسانه، اكنك بتقلب كوبايه شاي بالظبط لما تيجي تحط عليه سكر. طيب ايه الهدف من الحركه دي يا هندسه؟ الخرسانه يا شباب بيبقى جاي فيها هواء، فيها فراغات هوائيه، فيجي يقولوا لنا كده مواصفات الخرسانه الجيده يجب ان تكون بها اقل محتوى هواء، ما يكونش فيها فراغات هوائيه كتير. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ نقوم حاطين الهزاز ده بقى. اول ما تحط الهزاز تلاقي الفقاقيع الهواء كلها بتطلع لفوق، وتلاقي الخرسانه اكثر كثافه واكثر قوه. نفس فكره ايه؟ كوبايه الشاي برضه. انت لما تحب تتقل الشاي هل بتحط شاي زياده ولا بتقلب بسرعه اكتر؟ بتقلب بسرعه اكبر بالمعلقه الصغيره، صح كده؟ نفس الفكره، كل ما تقلب اكتر كل ما الشاي يتقل اكتر.
كل ما تهز اكتر كل ما الخرسانه تبقى اكثر كثافه اكتر. بس خلي بالك مش بنهز على طول، لو فضلنا مشغلين هزاز وشغال كده هزاز عمال يهز كده ممكن الخرسانه تبوظ. فمهندس الموقع بيبقى واقف شايف امتى ياخد القرار ان يشيل الزومبا من الخرسانه. اول ما اشوف بعيني الخرسانه مفيش فيها نقطه هواء بتطلع، تعرف الخرسانه جابت اخرها، يبقى الهواء كله طلع منها. اول ما اشوف الموضوع ده هوب وقف انقل بقى على حته تانية. عشان كده مهندس الموقع دي دور مهم اثناء الصب، لازم يضمن ان السقف بيتصب بالترتيب الصحيح. احنا قلنا بنصب السقف، بعد كده بنهز خرسانه، بعد كده لازم نسويها. يبقى في عده مخصصه لتسويه سطح الخرسانه، ما ينفعش اسيبها كده الحته دي عاليه والحته دي واطيه، لا لازم اسويها كلها على مستوى واحد بحيث لما تنشف بعد فتره يبقى السطح كله مستوي تماما. مش المصمم الانشائي اللي رسم لي اللوحه بتاعت السقف او رسم لي رسمه السقف راسم السقف خط مستقيم افقي. انا بقى كمهندس تنفيذ لازم احقق الموضوع ده، لازم اخلي السقف بعد ما يتصب يكون سطحه مستوي تماما. عشان كده في حاجه اسمها عده التسويه والفرمجه، والصنايعي بنسميه فرمجي. الفرمجي هو اللي بيقوم بالثلاث مراحل، الصب والهز والفرمجه والتسويه. ماشي، بيبقى واحد ماسك الخرطوم بتاع الخرسانه، ده اسمه اللند اهو، ماسك الخرطوم بهذا الشكل عمال يصب. ده اولا. بعد ما يصب الباكه او يصب منطقه من السقف يجي واحد زميله بيمسك حاجه اسمها الهزاز. الهزاز الميكانيكي وظيفته ان هو يهز الخرسانه بحيث يفرغها من الهواء، الخرسانه تبقى جايه من محطه بيبقى فيها هواء. انجح انواع الخرسانه واكثرها كثافه وقوه دي اللي محتوى الهواء فيها بيكون اقل ما يمكن وكثافتها اعلى ما يمكن. فعشان كده بنجيب حاجه اسمها الهزاز الميكانيكي، وظيفته انها تفرغ الخرسانه من الهواء وتبقى مدموكه كويس جدا. حلو. بعد ما نصب الباكي او نصب جزء من السقف وبعد ما نهزه تيجي اخر مرحله وهي التسويه والفرمجه. التسويه والفرمجه بيكون عباره عن بنجيب معده مخصوص للفينش بتاع الخرسانه، لازم سطح الخرسانه يكون ناعم جدا ومفيش فيه اي تعشيش او فراغات او في ديفوهات. دي من احد الاجراءات اللي بتتم اثناء الصب. طب حضرات، بعد ما بيتم الصب وهز الخرسانه بهذا الشكل بنبدا نعمل معالجه للخرسانه. الهدف من معالجه الخرسانه يا حضرات ان احنا نحافظ على محتوى الميه جوه الخرسانه بعد ما تنشف. التحدي بتاعنا بعد ما بنصب الخرسانه وتنشف بتفقد كميات ميه كبيره، فبنبقى عايزين نعوضها. مواصفات الخرسانه الجيده بتقول لنا لازم تحافظ على محتوى الميه جوه الخرسانه. فكرة الخرسانة يا جماعة ان هي بتكون مسامية، فيها مسام كده بتطلع منها المية، فعشان نحافظ على محتوى المية جوه الخرسانة وتفضل قوية وقوتها ما تقلش لازم نعمل حاجة اسمها معالجة الخرسانة. في طريقة ان هي ان احنا نرش الخرسانة بعد ما تنشف لمدة مثلا اسبوع بعد الصب، دي طريقة. احد الطرق للحفاظ على محتوى المية داخل الخرسانة ما يتبخرش ان احنا بنفرش مشمع من النايلون زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. المشمع ده وظيفته ان هو يلزع الخرسانة وهي مبلولة وطرية، بتسد المسامة بتاعت الخرسانة وبالتالي ما تفقدش مية حتى تمام الشكل. السقف بيصبوه جزء جزء، اول ما يخلصوه بينقلوا على الجزء التاني بحيث الموضوع ما يكونش فيه عشوائيه، يكون الموضوع مترتب وما يبقاش فيه هرجله في الصب، لان في مشروعات اخرى بتبقى الصب هرجله، ما حدش عارف بيعمل ايه، كل واحد عمال يزعق للتاني ويخبط في التاني، لا، احنا هنا كل واحد عارف دوره وعارف بيعمل ايه، وهنا الرجاله كل واحد مستني بحيث لما دوره يجي يبدا ينفذ المهمه المطلوبه منه على طول. طب حضرات، بالنسبه للتكنيك المتبع في تنفيذ السقف، هل احنا بنستنى لحد ما السقف كله يخلص الواي شيب وبعد كده نصبه؟ لا. السقف هنا حضرات بيتقسم لاربع مناطق، كل منطقه بتبقى مفصوله لوحدها ولما بتجهز تصب مع نفسها، بحيث الترتيب يكون كالتالي: يبداوا بالمجنحات الثلاثه الاول، الاجنحه الثلاثه بتاعت الطور، واخر منطقه في التنفيذ سواء النجاره او الحداد او الصب بتكون منطقه الكور اللي هي المنطقه الرابعه، دي اللي هي تقاطع الثلاث مجنحات مع بعض. ليه يا جماعه؟ ليه بيعملوا الموضوع ده؟ لان هو بيقول لك باختصار لو انت استنيت لحد ما السقف كله يخلص كده الموضوع هيبقى عطله كبيره جدا في الخطة الزمنية للمشروع، والمشروع هيتنفذ كخرسانات في وقت أكبر. فعشان كده طريقتهم في التنفيذ بتكون بشكل رأسي، كل ما زونة تخلص يصبوها، كل ما زونة تخلص يصبوها. التكنيك ده بيوفر عليهم وقت كبير جدا في تنفيذ الهيكل الخرساني. فميزة الطريقة دي حضرات إنها بتساعد على إنجاز الدور كامل في 15 يوم. أنا مش من الحكمة إن أنا أربط شدة معدنية ألومنيوم وحديد تسليح ووايرات مدة كبيرة بمساحة 2100 متر عشان أصبها كلها مرة واحدة، لا. بنقسمها المراحل، كل زونة تتصب لوحدها، كل ما زونة تخلص تتصب لوحدها. ده بيعمل ضغط في الخطة الزمنية للمشروع وبيساعدنا ان احنا ننفذ الهيكل الخرساني في اقل وقت ممكن، وفي نفس الوقت بنحافظ على الجودة بتاعة الخرسانات. ده كان يا حضرات بالنسبة للإجراءات اللي ممكن ننفذها اثناء صب الأسقف. تعالوا بينا نشوف ايه هي اختبارات ضبط الجودة اللي بتتم على الخرسانة
بحيث نضمن واحنا شغالين بنصب بسرعه ان جوده الخرسانه اعلى ما يمكن، تحديدا بنحقق اشتراطات المواصفات القياسيه والفنيه اللي شغال عليها هذا المشروع. دي نقطه. النقطه الثانيه، كل الاجراءات اللي احنا بناخدها عشان نطلع وننزل من على السقف تمت طبقا لاشتراطات الامن والسلامه بالمشروع. خبراء الامن والسلامه مشروع 31 نورث بيطبقوا علينا اجراءات معينه لازم ننفذها قبل ما نطلع على السقف او ننزل من على السقف باستخدام هذا التاور كرين. وزي ما انتم شايفين يا حضرات هنا بيظهر اهو مشروع 31 نورث ليلا، مضيء ليلا اهو. هنا الادوار اتنفذت بالكامل من اول الدور الارضي لحد الدور السابع والثامن، وتحت كمان الارضي في 5 ادوار تانيين في البدروم. ادي منظره بيكون بهذا الشكل، ودي الواجهه اللي بتطل على الطريق الرئيسي للمشروع. طبعا الصب ما بيقفش بالليل، ما فيش حاجه اسمها الدنيا ليلت الصب يقف، لا الصب شغال اول ما اي زونه من السقف تخلص الصب بيشتغل على طول. وطبعا بنكون مجهزين برضو اجراءات الصب بالليل زي مثلا كشافات الاناره اللي موجوده دي، لازم الصب تبقى ظهر، ما ينفعش الصب تبقى ضلمه، ونجيب مولدات كهرباء عشان نضمن قراءه القطاعش. تخفيف احمال بقى مش تخفيف احمال ماليش دعوه، انا عايز الصب تشتغل حتى لو الكهرباء قطع في البلد كلها، فاهمني؟ فدي نقطه مهمه. عشان كده قلت لك كل ما كنت حاطط اكبر كم ممكن من الاجراءات كل ما الصبه ما تعطلتش بشكل اكبر، كل ما الصبه سلكت اسرع واسباب العطله بتقل بشكل كبير. دي نقطه مهمه جدا وتسبب في نجاح الصبه بدون اي اعطال. من ضمن الاجراءات يا حضرات اللي بنعملها اثناء عمليه الصب هي اجراء اختبارات ضبط الجوده للخرسانه. ما ينفعش عربيه خرسانه كده وهي معديه وداخله على البامب عشان تتصب تخش كده على طول، لا انا كده مش عارف ايه اللي جواها، مش عارف ايه خصائصها، هل هي مطابقه للمواصفات ولا لا. بنعمل على كل عربيه خرسانه اختبارين، اختبار قياس درجه الحراره واختبار انتشار الخرسانه. تعالوا بقى نشوف ازاي بنقيس درجه الحراره وازاي بنعمل اختبار انتشار الخرسانه ده وايه الهدف منه. المواصفات الحراريه بتقول لنا ان درجه حراره الخرسانه يفترض ان هي ما تزيدش عن 35، وبالتالي احنا عايزين نعرف بقى درجه حراره الخرسانه اللي معديه في العربيه دي كام. بنجيب الجهاز اللي انتم شايفينه ده بيكون بهذا المنظر، ده وظيفته ان هو بيقيس درجه حراره الخرسانه من خلال ان انا بغرز قطعه الحديد دي في عينه الخرسانه بهذا الشكل، بقوم حاططها بهذا المنظر وبعد كده اشوف درجه الحراره كام. 29 درجه، حلو، تبقى الخرسانه مقبوله بالنسبه لدرجه الحراره كده، تمام كده الخرسانه مقبوله كدرجه حراره. ايوه هندسه، افرض زادت عن 35 يعني هنعمل ايه؟ طبعا مرفوضه، ما ينفعش تعدي وتصب الخرسانه وهي اعلى من 35، مش ترفض بس ده تترفض وتتفضى كلها قدامي على الارض. لازم اتاكد ان الخرسانه المرفوضه اتصبت قدامي على الارض، ده اجراء احترازي مهم جدا. هتقول لي هندسه حرام عليك كميه اسمنت ورمل وسن وميه هتفضيهم كده على الارض؟ لا يا حبيبي انا اسف، لا حك عليا، لا بالها وصبها في السقف، يلا صبها في السقف يلا. بتهزر؟ اه طبعا اضحي بعربيه عادي جدا مفيش مشكله وقلبي مرتاح خالص يعني، ومش حاسس باي تنيم ضمير. احنا بنتكلم في خرسانه سقف هيعيش فيها بني ادمين، يعني الجوده لازم تكون من نار، مفيش مجال للعواطف، مفيش مجال للسماحيه اصلا، عواطف ايه؟ تعالوا بقى نشوف الاختبار الثاني وهو اختبار انتشار الخرسانه. ايه الهدف يا حضرات من اختبار انتشار الخرسانه؟ ايه الهدف يا حضرات من اختبار الكريب؟ اختبار انتشار الخرسانه ده بيعرفنا هل الخرسانه اللي في العربيه دي قابله للصب ولا لا؟ يعني ناشفه ولا طريه؟ طبعا ما ينفعش اقول ناشفه ولا طريه، لا انا مش حلواني، مش شغال انا عند حلواني انا بصب جاتوه. لازم الكلام ده بناء على قياسات وارقام. ازاي؟ تعالوا دلوقتي شوفوا كيف يتم اختبار انتشار الخرسان. يلا مستر سعيد. هنا اهو بنجيب مخروط او قمع بهذا الشكل ارتفاعه 30 سنتي فاضي ويبقى عليه زور بهذا الشكل. بعد كده هنجيب عينه خرسانه من العربيه ونحطها جوه القمع بهذا المنظر اهو. نفضل نملاه لحد ما يتملي بالكامل بارتفاع 30 سنتي. بعد ما يتملي القمع بهذا الشكل المفروض فني المعمل هيبدا يشيل القمع واحده واحده. يلا مستر سعيد. اتشال اهو القمع بهذا المنظر، بتبدا الخرسانه تنتشر بهذا الشكل، والمفروض ان احنا بنجيب المتر، شريط المتر اللي هو القياس الصلب، واقيس قطر دائره الانتشار، اشوف الدائره دي قطرها كام؟ 70 سنتي، تمام. المواصفات بتقول لنا ان المفروض الخرسانه الجيده المظبوطه القابله للصب يكون قطر دائرة الانتشار في حدود 70 سنتي. يعني معاك من اول 65 سنتي لحد 70، يعني مش لازم كل مرة تبقى 70 بالظبط، بيبقى في رينج من 65
لحد 70 سنتي. كده الخرسانة مقبولة طبقا لدرجة الحرارة وطبقا لاختبار انتشار الخرسانة. تمام، فاضل اجراء اخير وهو بناخد عينات من الخرسانة عشان نصبها في مكعبات، والمكعبات دي بنسيبها في المعمل بتاع محطة الخرسانة مدة من الزمن. بناخد المكعبات دي وبنكسرها على 3 ايام و7 ايام و28 يوم، وفي مكعبات بتكون سبير احتياطي كده موجودة. طيب ليه بنعمل الخطوة دي؟ نشوف هل المكعب ده وصل للقوة اللي احنا عايزينها بعد 7 ايام، لان طالما المكعب وصل القوة اللي احنا عايزينها بعد 7 ايام يبقى الخرسانة اللي على السقف هتوصل نفس القوة بعد 7 ايام. معمل ايه؟ ايه اللي جاب سيرة معامل دلوقتي؟ لا بص افهمك، المعمل ده يا فندم بيبقى موجود جوه محطة الخرسانة اللي بتعمل خلطة الخرسانة نفسها، اسمه معمل ضبط الجودة، بيكون موجود فيها فريق من الفنيين والمتخصصين ومعاهم العدة اللي بننفذ بيها الاختبارات، سواء بقى قياس درجة الحرارة أو سواء اختبار انتشار الخرسانة أو أي اختبارات أخرى إحنا نحتاجها. كل محطة خرسانة بنتعامل معاها في هذا المشروع لازم جواها معمل ضبط الجودة، والمعمل ده بيتفتش كل فترة فجائي، بيتفتش من خلال فريق العمل المشروع. دي نقطة مهمة. طيب تعالوا بينا نشوف ايه قصة المكعبات دي. قصة المكعبات دي يا شباب باختصار هي ان انا المفروض كل صبة خرسانة باخد منها عينات، العينات دي بتبقى خرسانة طازة ما نشفتش لسه، وصبها جوه مكعب من الحديد بيكون مقاسها 15 في 15 في 15. ماشي، ايه الهدف من الاجراء ده؟ بص يا شباب، الطبيعي ان الخرسانه لما تتصب مش في نفس اليوم بتكون قويه، لا لازم تنشف ولازم نسيبها فتره عشان توصل لتمام قوتها ال 100%. علماء الهندسه قال لك الخرسانه بعد 7 ايام من الصب بتوصل لتقريبا في حدود 70 80%، وبعد 28 يوم خلاص بتجيب اخرها وتكون وصلت ل 100%. ماشي، السؤال بقى احنا صبنا السقف، عايز اعرف السقف اللي اتصب ده هل وصل للقوه اللي احنا حاسبين الاحمال عليها ولا لا؟ فعشان كده لازم ناخد عينات من الخرسانه اللي اتصبت في السقف ده، وكل سقف على الحال ده، ومش سقف بس، ده سقف وعمدان ولبشه، اي حاجه بتتصب في المشروع لازم تاخد منها عينات. طيب وبعدين ناخد المكعب ده ونخليه عندنا في المعمل بتاع محطه الخرسانه ونستنى 7 ايام. والله سبت صبينا، نستنى حد 2 3 4 5 جمعه سبت، عدى 7 ايام، نقوم مكسرين على يوم الاحد. يعني ايه نكسر مكعب على يوم الاحد؟ بنقوم مدخلينه على جهاز، الجهاز ده وظيفته ان هو يكسر المكعب، ونشوف بقى المكعب ده اتكسر عنده قوه كام. لو اتكسر على قوة أعلى من قوة السقف يبقى السقف ده ماله؟ مظبوط 100%. طيب فعشان كده الهدف من الاختبار يعرفنا احنا ماشيين صح ولا في ألارم، في مشكلة، وهكذا. ده بالنسبة لأخذ عينات المكعبات. آخر حاجة في إجراءات موعد الصب هنعمل إيه؟ هنشد الوايرات بتاعت البوست تنشن، وبعد كده هنفك السقف. فاكر في حلقة البوست تنشن لما كنت بقول لك بعد ما نصب الخرسانة بنشد الواير اللي هو الستريسنج بروسيس؟ بيبقى فيه من ضمن المكعبات اللي بناخدها مكعبات بنكسرها على 3 ايام، دي وظيفتها ان هي تقول لنا هل بعد 3 ايام الخرسانه قويه كفايه ان هي تستحمل قوه شد الواير ولا لا. بيكسروه على 3 ايام، لو لقوا الخرسانه قويه يبداوا عمليه شد الوايرات بتاعه البوست تنشن. ماشي، وبعد كده بنفك شدات الالومنيوم. فاكر برضه في شدات الالومنيوم لما كنت بقول لك بيصبوا السقف ويفكوه بعد 4 ايام؟ اهو ده الاجراءين اللي بنعمله بعد ما نصب السقف، شد الوايرات وفك شد الالومنيوم. ماشي، ده بالنسبه لحضرات لترتيب اعمال الصب في مشروع 31 نورث. حابب اعرف رايكم، ايه اللي استفدتوه من حلقه النهارده؟ يا ريت اعرف ارائكم دي تحت في التعليقات، والسلام عليكم يا حضرات.